طبعا نعود للحديث أكثر مع الأستاذ سنان حتاحة الباحث السياسي السوري. كنت طرحت قبل قليل موضوع أن دونالد ترامب لم يحتاج الذهاب إلى مجلس الشيوخ أو الكونغرس الأمريكي من أجل اتخاذ أي خطوات ضمن باعتبار أن الخطوة قرار الانسحاب هي ضمن يعني صلاحياته، لكن ما الذي يمثله الآن خروج هكذا تصويت من الكونغرس الذي يرفض من مجلس الشيوخ عفوا الذي يرفض عملية الانسحاب من سوريا؟ يعني هذا الموقف ليس جديدا، هذا الموقف قد عبر عنه اعضاء نافذين يعني في الكونغرس وايضا في مجلس الشيوخ سابقا عندما اعلن ترامب نيته بالانسحاب من سوريا. هناك يوجد يعني عده عوامل تدفعهم لذلك، اولها هو حرصهم على حفاظ الولايات المتحده على صوره قادره على دعم حلفائهم المحليين سواء كان في سوريا ام في افغانستان، والسبب الثاني هو ايضا بما يتعلق بمحاربه ايران. بغض النظر، هذا التصويت جاء متزامنا مع زياره الهام احمد ممثله قوات سوريا الديمقراطيه الى واشنطن ضمن حمله مناصره من اجل محاوله تخفيف من وطئه الانسحاب الامريكي من سوريا على قواتها. طيب، صحيفة وول ستريت جورنال في تقرير لها قالت إن واشنطن تسعى لإنشاء منطقة عازلة شمال شرق سوريا، كيف نفهم قرار الانسحاب ورغبة أمريكا في المنطقة العازلة في شرق سوريا؟ يعني هذا القرار أو هذه الرغبة هي ترجمة لمحاولة الولايات المتحدة عن إيجاد مساحة يلتقي فيها شركائها المحليين والإقليميين على مشروع مشترك في صد النفوذ الإيراني. فهو من طرف يحاول مراعاة المشاكل الأمنية لتركيا من حيث أن يمكن أن تقوم من خلال هذه المنطقة الآمنة بنزع أي تهديد ممكن قبل وحدات الحماية الشعبية، ومن طرف آخر أيضا من أجل حلفائها الأوروبيين الذين يخشون حقيقة من عودة داعش إلى المنطقة، خصوصا وأنه لا يزال هناك عدد كبير من المقاتلين الأجانب الأوروبيين في ما زال يقاتلون في صفوف التنظيم. طيب، ولكن يعني هذا المقترح ما زال بعيدا عن التنفيذ، يوجد كثير من الخلاف حوله لدى تركيا، وجهة نظر تختلف جدا في تفاصيل إنشائها مما يقترحه الأمريكان، بالإضافة أيضا إلى دور الفرنسي والبريطاني في هذا الصدد. إذا انتقلنا إلى روسيا التي دعت واشنطن إلى سحب قواتها من منطقة التنف بين العراق وسوريا، هل تعتقد أن روسيا تريد فرض نفوذ أكبر في سوريا على حساب الولايات المتحدة؟ وما توقعاتك للرد الأمريكي المحتمل؟ في الحقيقة جون بولتون وضح في مقابلة حديثة أن انسحاب الأمريكي من سوريا لا يشمل التنف. التنف وجود الأمريكي فيها هو بالدرجة الأولى محاولة لقطع الطريق الواصل ما بين العراق وما بين سوريا، وهو الطريق الأقصر، وهو أيضا استراتيجي من أجل ليس فقط التحكم بطرق الاتصالات، وإنما أيضا من أجل محاولة وجود مدخل تقدم أو تدخل عسكري متقدم في البادية السورية. في غض النظر عن ما تريده الولايات المتحدة، روسيا اليوم هي في صدد إعادة تكوين وتشكيل قوة النظام، لا تريد وجود أي معسكرات أو أي قوى يمكنها أن تتحدى سيطرة النظام على البلاد. وهذا يعني ينصب ليس فقط في محاولاتها لصد أو لدعوة الولايات المتحدة إلى انسحاب من سوريا، ولكن أيضا ينعكس على طلباتها المماثلة من تركيا والقوات الأخرى. شكرا جزيلا سيد سنان حتاحة الباحث والسياسي السوري، كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول.